تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقة برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وحلقة اليوم ستتركز على الانتخابات الأمريكية القادمة التي لم يبقى سوى أيام لمعرفة بعدها من سيدخل البيت الأبيض ليكون سيد الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع القادمة. بالطبع المنافسة كما نعلم جميعا انحصرت بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون. كانت هناك مناظرة أخيرة بين الطرفين، ولكن الأعين كلها كانت قد انحصرت حول المناظرة قبل الأخيرة التي شهدت هجوما من كلا الطرفين على الآخر. حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فالطرفان ما زالا متقاربين في استطلاعات الرأي الأمريكية رغم الفضائح التي طيرت تحديدا حول المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والذي يعني حاولت بعض القيادات في الحزب الجمهوري التنصل منه نتيجة لعدم اقتناعها بأقواله وتصريحاته المثيرة للجدل والتي ضربت فيما يبدو حملته الانتخابية. ولكن حتى الآن الشعب الأمريكي ما زال مقتنعا بأنه متقارب، هناك شيء ما يجذب الشعب الأمريكي في هذا المرشح المثير للجدل. الشعب الأمريكي يؤمن بمثل أن التغيير حتى إلى الأسوأ. هذا الشعب الذي فيما يبدو أنه حير العالم على مدى السنوات الأخيرة، كانت هناك أيضا ترشيحات لممثلين وهناك ترشيحات لأشخاص لم يدخلوا الغمار الساحة السياسية، ولكن الشعب الأمريكي تقبله. رونالد ريغان كان أبرزهم، كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع رغم بداياته كممثل إلا أنه قاد الولايات المتحدة إلى عصر ازدهار غير مسبوق. فيما يبدو أن الأمريكيين يحبون المغامرة ويحبون التجديد. عموما ستتمحور هذه الحلقة حول الانتخابات الأمريكية التي ستنعقد في 8 نوفمبر القادم، والتي يشرفنا لتحليلها السيد سامح عبد الله مدير تحرير الأهرام. أهلا بك. أهلا، فرصة طيبة. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول الانتخابات الأمريكية القادمة، نعود بعده لبدء المناقشة والتحليل. دخل السباق إلى البيت الأبيض مرحلة حاسمة في الاختيار بين مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية. المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين داخل حرم جامعة نيفادا في مدينة لاس فيغاس شهدت منافسة شرسة بين الطرفين وتصريحات حول موضوعات هامة تتعلق بالمحكمة العليا والاقتصاد والهجرة وعلاقة الولايات المتحدة بروسيا. المناظرة الثالثة لم تخلو من الاتهامات بين المرشحين. كلينتون اتهمت خصمها الجمهوري بأنه دمي بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما أكد ترامب أن منافسته تقف وراء اتهامه بتهم أخلاقية. وأشارت كلينتون خلال المناظرة أن ترامب يعد أخطر رجل أراد أن يصبح رئيسا، أما ترامب فقال إن كلينتون امرأة شريرة. الأزمة السورية كانت حاضرة بقوة في المناظرة. كلينتون أعربت عن أملها في فرض منطقة للحظر الجوي لحماية المدنيين في سوريا من قصف نظام دمشق وروسيا، بينما قال ترامب إن الرئيس السوري بشار الأسد تحالف مع روسيا وإيران وهم يقاتلون تنظيم داعش. المناظرة أثمرت وفقا لاستطلاع رأي أجرته قناة CNN الأمريكية عن تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون على نظيرها الجمهوري دونالد ترامب، وفضل 52% من المستطلعين كلينتون، بينما فضل 39%
ترامب. وجذبت المناظرة الأخيرة بين المرشحين مشاهدين أكبر عددا ممن شاهدوا مناظرة الأسبوع الماضي على شاشات التلفزيون، لكن يتوقع أن تسجل أقل من الرقم القياسي للمناظرة الأولى البالغ 84 مليون مشاهد. أهلا بكم مشاهدينا، ونعيد الترحيب بالسيد سامح عبد الله مدير تحرير الأهرام، وتعليقك في البداية حول هذا التقرير الذي استعرض آخر ما خلصت إليه المناظرة الأخيرة. أنا عايز بس أعلق على الجزئية بتاعت سي إن إن اللي هو التقرير الأمريكي سي إن إن، استطلاع الرأي فضل. اللي بيقول ان هو حاجه و50 لحاجه و30، 52% لصالح كلينتون مقابل 39% قالوا فاز. يعني دي النسب الناس اللي قالوا ان هم مين فاز في المناظره. في استطلاعات اخرى، اولا سي ان ان وكثير من وسائل الاعلام الامريكيه الكبرى مسانده لهيلاري كلينتون. وده بيظهر في تغطيتها الاخباريه اللي ممكن الناس اللي مش متخصصين يحسوا بالتحيز، بس المتخصصين اللي زي حالاتنا اللي دي شغلتهم يعني بيتابعوا ويقدر يعرف بالظبط ازاي بحرفيه شديده بيخفوا هذا التحيز. هم متحيزين لهيلاري كلينتون، مش معنى كده ان انا مساند لترامب، بس احنا انت تتحدث عن ملاحظات. الحاجه الثانيه ان زي ما سي ان ان في عندها الاستطلاع اللي قال هذه الارقام، هناك استطلاعات اخرى ربما جهات اقل شهره قالت مثلا ان ترامب فاز بحاجه و70، يعني حاجه و70% من اللي استطلعوهم قالوا ان ترامب اللي فاز. نعم. بينما حاجه و20 قالت هيلاري كلينتون هي اللي فازت. فاللي انا عايز اقوله ان احنا لا يجب ان نتعامل مع هذه الارقام والرؤى التي تصدر في الوسائل الاعلاميه الامريكيه باعتبار ان دي حقائق او باعتبار انها يعني امور يجب التعامل معها كأنها أمر واقع. نعم. المعركة لسه في الملعب حتى الآن مهما قيل، وترامب في حد ذاته هو ظاهرة، يعني واحد الحزب الجمهوري بتاعه حتى الناس منه قيادات كبيرة بتتنصل وتبعد عنه، وطبعا قطاعات كبيرة من وسائل الإعلام لا تتحمس إليه، وقطاعات كبيرة من الدولة. هو حتى قالها مرة، قال أنا بواجه الاستابليشمنت دي اللي هي مؤسسة الدولة، يعني أجهزة الدولة أو جهات الدولة المختلفة. ويدخل فيها بالمناسبة أصحاب نفوذ، ويعني مش بيكلم على وزارات ولا هيئات أمن قومي ولا يعني، لا هو بيكلم على الاستابليشمنت دي، تعني جماعات ضغط ومنظمات مجتمع مدني وربما ما ورائها من قوة سياسية اقتصادية، يعني سياسية واقتصادية أو اقتصادية وسياسية بتحاول. من وجهة نظرك ما هي عوامل قواته رغم كل الفضائح التي أثيرت في الأسابيع الماضية حول تاريخه؟ يعني جزء منها ما تفضلت قلته في البداية، وهو الاختلاف، بمعنى ان فضيلة ان تأتي بشيء جديد وفكر جديد ورؤية جديدة ومنطق جديد في المجتمع الأمريكي هو فضيلة. ليه؟ لأنه هو مجتمع أنشئ على هذه الفكرة، فكرة الجديد. بمعنى أنه هاجر أوروبا، يعني أمريكا اتكونت إزاي؟ من مهاجرين تركوا أوروبا بالمنظومة الأوروبية، يعني ما عجبتهمش أوروبا وذهبوا إلى أمريكا وأقاموا هناك نظاما جديدا وفكرا جديدا. يبقى هم أساسا رفضوا ما هو قائم، وجذبتهم الحياة الجديدة. وفي المنطقة الجديدة أقاموا أسس جديدة، وبالتالي ففكرة أن تأتي بجديد هي فكرة يعني راسخة، أن تأتي بجديد وأن تقدر لأنك جئت بجديد. ولكن لا، يعني لا تقوض الماضي. هم الذين هاجروا من أوروبا تحديدا، هؤلاء المهاجرين هم أسسوا نظاما جديدا ولكن متطورا من الأنظمة الأوروبية التي كانت قائمة. أحسنت. وهي كانت أقرب للديمقراطية. أحسنت. أنا بتكلم على فكرة إيه؟ أن تهجر قديما وتنشئ جديدا، هي الفكره دي اللي انا بتكلم عليها. بس مجرد ان هو مش من اوروبا راح امريكا، يبقى في تكوينه يرفض ما هو قائم في اوروبا ويحلم بشيء جديد. ففكره الجديد في الثقافه الامريكيه هي فكره
يعني جذابة للغاية، حتى لو كانت قصة شعر او طريقة رأس في الشارع او يعني اي اي او 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 الزرعة جديدة. نعم كل ما هو جديد هو بعكسنا احنا من فات قديم متاه واهلك مش عارف مين عكس المجتمع الشرقي عكس ومجتمع لو مجتمعنا مثل. تحديدا اللي هو شايف انك انت تتمسك بالقديم هناك مهم كثيرة. يعني هناك المجتمعات الشرقية تقدس تقريبا الحاكم، المجتمعات الغربية هم يعتبرون هؤلاء هم موظفون يقومون بواجبهم فترة محددة وسيذهبون ويأتي آخرون. أحسن. فإذا فكرة الجديد محببة، لما يجي واحد بقى يتكلم بلهجة جديدة ورؤية جديدة وفكر جديد ويتحدث بلغة رجل الشارع، يعني هو يتكلم ببساطة شديدة وتلقائية شديدة وما كانش في البداية على الأقل عنده فلاتر فلتر يعني اللي عايز يقوله بيقوله في اي وقت في اي مكان، يهاجم المكسيكيين ويقول افظع الالفاظ عليهم ويتكلم عن المسلمين ويقول معرفش ايه ويتكلم يعني وبالمناسبه الرجل الشارع الامريكي تقريبا بيتكلم بنفس الطريقه او بيفكر بنفس الطريقه، واذا كان ما بيتكلمش هذا هو الاتجاه الامريكي الجديد. طيب حتى لا يخرج منا الموضوع، تعال نتحدث عن كل منهما من واقع الاجنده الداخليه في الولايات المتحدة الأمريكية والأجندة الخارجية. دعنا نبدأ بالأجندة الداخلية. فيما يبدو أن هيلاري كلينتون أجندتها الداخلية هي تطوير أو الاحتفاظ بكل ما قام به باراك أوباما، هي لم تقدم أي جديد حتى في النظم العلاجية، النظم الصحية، النظم المالية، هي مقتنعة تماما بمسار باراك أوباما ولكنها تعد بتطوير هذا المسار. فيما يبدو أن انحيازات دونالد ترامب بالنسبة للشعب الأمريكي هو ينحاز للطبقات الغنية بعكس هيلاري كلينتون، هو ينحاز إلى مجتمع صفوة أمريكي، بينما هيلاري كلينتون هي مستمرة على المبادئ الأمريكية، حقوق الأقليات، حقوق الجميع، حقوق المهاجرين. لديه أجندة فيما يبدو أنها تخرج عن إطار الأسس التي قامت عليها الدولة الأمريكية، الحرية والترحيب بالمهاجرين والعيش للجميع. من وجهة نظرك من أجندته هي الراجحة في الوقت الحالي؟ طيب احنا أحب برضو أقول نقطتين قبل ما نبدأ نحلل. النقطة الأولى أن هيلاري كلينتون كانت جزء من مؤسسة إدارة الدولة، يعني كانت وزيرة خارجية وكانت وزوجة رئيس جمهورية سابق، وبالتالي وهي من الحزب اللي موجود حاليا في الحكم، فبالتالي لا يمكن أن تتنصل مما قام من الأمور التي قام بها حزبها أو الرئيس الذي ينتمي لحزبها أو لأمور هي قامت بعملها أثناء وجودها في الحكومة. فدي نقطة لازم نتنبه. هي لديها فترتين، فترة كزوجة للرئيس بيل كلينتون وفترة أخرى سياسية كوزيرة خارجية ومرشحة رئاسة سابقة. يعني طيب النقطة الثانية إن الحزبين في الولايات المتحدة هم تقريبا حزب واحد مع بعض التفاصيل البسيطة. بمعنى ايه؟ انا ما عنديش مثلا حزب اشتراكي يواجه حزب رأس مالي او حزب او حزب عمال يواجه حزب مثلا محافظة. انا عندي حزبين هما الاثنين في نفس الأوضة، في نفس البوكس، في نفس الصندوق. بيفكروا ما حدش فيهم مثلا بيتكلم على تأميم مثلا المصانع الكبرى مثلا. انا بتكلم على افكار غريبة او افكار متناقضة ومتصارعة بشكل ضخم. انما احنا عندنا بيتكلم على ايه؟ هخفض الضرائب، هي تقول 20 هو يقول 15 مثلا. مش عارف علاقتنا مع الخارج، هو يقول احنا مثلا هنوسع علاقتنا، هي تقول يعني قصدي هم الاثنين بيفكروا في نفس فلك الرأسمالية، في فلك الرأسمالية، وعارفين ان الرأسمالية هي اللي بتجيب رؤساء الجمهوريات وهي اللي بتعيش. يعني القطاع الاقتصادي الكبير، الكيانات الاقتصادية العملاقة، هي اللي في الاخر خالص بتقرر امريكا هتتصرف ازاي. وفي حروب بتتم لمصلحة قطاعات من القطاعات الاقتصادية، على الاقل مثلا الفالي دولات اللي حصل في السبعينات في تشيلي، لما حصل انقلاب، مش انقلاب، ده فاز في انتخابات رجل اشتراكي، فأمم شركات نحاس أمريكية فقلبوه.
عملوا انقلاب عليه وانقلاب عسكري. وفي بعض التحليلات لما يحدث في آسيا وأفغانستان وخلافه له يعني وتواجد أمريكي وحرب أمريكية وخلافه له علاقة بأنابيب بترول وحاجات بهذا الشكل. فإذا القضية لازم ندرك الحقيقة. يعني ليس هناك فرق كبير فيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية في داخل البلاد بين الجمهوريين والديمقراطيين. تمام. هيلاري بتتكلم على الـ على الـ على الـ الناس اللي هم الطبقة الوسطى كما تفضلت. بس في حقيقة الأمر هناك تسريبات ليها مع كبار رجال الأعمال في وول ستريت قاعدة معاهم، فبتقول لهم أنا مضطر أتكلم هذا الكلام علشان الاستهلاك المحلي، انما انا مؤمن انا منك وانا غني انا عندي فلوس زيكم وانا مصالح معاكم وحاجه بس. فاذا داخليا يعني في من ضمن مثلا القضايا الموجوده داخليا كمان عليها خلاف مساله السلاح مثلا. في اكبر لوبي في الولايات المتحده هو اللوبي الذي يدافع عن حق الامريكيين في اقتناء الاسلحه دون تصريح او يعني يعني يكون الامر مباح. وده طبعا ليه يعني قواعد كبيره، مش كده بس، وهو اللي هو اكبر لوبي بيدفع فلوس واكبر لوبي ليه تواجد كبير في الكونجرس عبر رجال ليه يعني او ناس تؤيد فكره، ووراه طبعا الشركات اللي بتنتج السلاح. فهيلاري كلينتون وده موقف الديمقراطيين مثلا بيقولوا يعني المساله لازم تبقى متقننه شويه ومش عارف مين يعني، بس ما حدش يقدر يقرب ويقول احنا بنمنعها دي. دي مشكله. مش هينجح. يواجه فترامب اكثر تسامحا في هذه المساله، يقابل مثلا قضيه زي قضيه الاجهاض هيلاري كلينتون متسامحه معاها جدا وكل الديمقراطيين ده بشكل عام، يعني حق المراه في ان تتخذ القرارات التي تناسبها او يعني او او او, أو يعني كل ما يخصها فهو يخصها، يعني كل ما هو كل ما يعني هذا امر شخصي، هذا امر شخصي. نعم نفسها. الجمهوريين اكثر تحفظا في هذه المساله ويعني اقرب الى الافكار الدينيه اللي بتقول لا يجوز قتل روح الا لاسباب يعني حاجات بهذا الشكل. يعني اللي عايز اقوله ان الخلاف في الضرائب مثلا، الاثنين بيتكلموا على ضرائب، خفض ضرائب، هو بيقول مش عارف رقم كام، هي بتقول رقم كام. هي دي القضايا الداخليه. ولكن المشكله تحديدا فيما يتعلق بالقضايا الداخلية وفي المناظرة السابقة على ذلك وضحت جدا أن دونالد ترامب لا يقدم، يعني هو ينتقد كل سياسات أوباما وهو غير راض عنها، وهي طبعا انتقاد للديمقراطيين، ولكنه حين سئل لم يقدم أي نوع من أنواع الحلول، تحديدا فيما يتعلق مثلا بالتأمين الصحي. هو انتقد مجموعة كبيرة من الشركات هي التي ترعى هذا النظام التأميني، وقال إنها يعني الشركات لا تقدم أي جديد فيما يتعلق بالعلاج أو التأمين الصحي للأمريكيين. ولكنه حين سئل ما هو بديلك لم يقدم أي جديد، قال تنحية هذه الشركات، ولكن لم يقدم أي نوع من أنواع البدائل فيما يتعلق. طيب تفضل. تمام. لا يعني أنا عايز أقول حاجة، إن هو بيحاول يستغل وجود يعني من السهل، يعني هو شخص جديد، هو شخص جديد على الساحه، فليس له تاريخ يمكن ان تهاجمه، يعني هو لم يتخذ قرارات سياسيه من قبل، لم يشارك في الحكومه فدي نقطه ضعف ونقطه قوه. نقطه القوه ان ما عندوش سجل يمكن نقده، يعني مش حاجه اقول له مثلا زي ما هو ساعات بيقول لهيلاري لما انت كنت في الكونجرس عملت ايه؟ تحديدا فيما يتعلق بالضرائب وخلافه، وقال انها حتى يعني فيما اتهمها بالفساد لانها أزرق. احسنت. يعني هي عندها يعني لا لديها سابقه اعمال سياسيه يمكن انتقادها، انما هو ما عندوش، هو راجل جاي من الشارع لسه. فهو اعتقد ان هو مدرك ان دي نقطه قوه، وبيحاول دايما يعني يهاجم، وهذا الكلام حتى الان يبدو ان هو يلقى استجابه لدى الشارع الامريكي البسيط. طيب، وقد ناقشنا يعني الامور الداخليه وهي لا تهم المواطن الشرق اوسطي كثيرا، وفيما يبدو ان حتى الان يعني هيلاري كلينتون ملفها اكثر رجاحا نتيجه لعدم تقديم دونالد ترامب اي نوع من انواع الحلول للمشاكل التي يتحدث عنها. دعنا ننطلق الى الملف الخارجي، اجندة كل منهما من وجهة نظرك تحديدا في منطقة الشرق الاوسط كيف ترى؟ طبعا هيلاري كلينتون تنتمي للمجموعة او للحزب وللادارة
التي في أثناء وجودها حدث ما حدث في الشرق الأوسط. يعني في الثمان سنين اللي فاتوا هي دي السنوات اللي شهدت ما يسمى بالربيع العربي أو الـ يعني حالات التوتر والتفسخ والتقاتل والانهيارات واللي حصلت في العالم العربي حصلت في عهد الديمقراطيين. فيجب أن ندرك أو يجب أن نتنبه إلى أن ده لأن هم كان ليهم إيد في ده بشكل أو بآخر سلبا أو إيجابا، سكتوا أو مارسوا يعني تدخلوا بشكل إيجابي في المسألة. يعني هو بدأ أن تتحدث تحديدا عن الربيع العربي والمنطقة بحالها، المنطقة كل ما حدث في المنطقة حدث في عهد ديمقراطيين، في عهد ديمقراطيين وجزء من وفي فترة منها كانت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية بشكل مباشر بالطبع. وهي تحديدا دعنا نتحدث عن الثورات في العالم العربي، وقد كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية. في البداية وجدنا تمسك من قبل الإدارة الأمريكية بالأنظمة تحديدا هنا في مصر. هي قالت النظام في بداية ثورة 25 يناير قالت إن النظام راسخ وإن النظام المصري قادر على الصمود والاستمرار، ولكن في مرحلة ما سمعنا هذه الكلمة الشهيرة يجب أن يترك مبارك الحكم الآن يعني الآن. نعم، القصة أعمق من كده. نعم، الأمريكان اشتغلوا على الدول العربية بما فيهم مصر من قبل الثورات بسنين. نعم، وده مش مجال للتفاصيل بس ده يعني أنا بتكلم على معلومات من ضمنها معلومات شخصية أنا حصلت عليها أثناء عملي كصحفي من ناس كنت بقابلهم وكده. نعم يعني نعم. ودي حصلت قبل الثورات وما كنتش متنبه لمعناها إيه، يعني يحصل حوار فأسمع جملة أو أسمع حاجة أو أسمع تعليق ومش قادر أفهم اللي فهمته بعد كده. نعم، من ضمنها كلام على إننا هنغير الشرق الأوسط قريب، وأنا كنت بعتبر إن الرجل ده يعني في حالة عدم وعي لأنه رجل كبير في الخارجية يعني. انا كنت احسبه ان هو مش فاهم هو بيقول ايه، يعني هو واحد بيكلم. فانا قصدي اقول هم لعبوا هذا الدور وكان الديمقراطيين ليهم هم اللي كانوا موجودين. لا، لعبوا دور فيما يحدث في العالم. نعم، العربي. نعم 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 نعم. نعم، يعني مش مجاله دلوقتي يعني هذه من وجهة نظرك انهم يعني قد يكونوا احد العوامل التي تسببت في خروج هذه الثورة. هم العامل الرئيسي. العامل بس مش وقته برضه نتكلم فيه. نعم، يعني بس انا. نعم، بتكلم بمعلومات مش نعم، مش بغرض ماذا من وجهه نظرك؟ بغرض بيعيدوا تشكيل العالم كله. بيعيدوا تشكيل العالم كله. المنطقه دي لازم تبقى بشكلها كده المنطقه. طيب اذا لماذا لا نراهم فتتوا المنطقه؟ هم ما زالوا يؤيدون الحفاظ مثلا على ليبيا موحده حتى الان حضرتك. ده الرسمي. الفعلي غير كده. الفعلي غير كده. طيب مش عايزين ندخل بس في هذا المثال. نقطة الاتصال مع واشنطن. طيب. وقد الآن معنا على الهواء مباشرة الزميل العزيز محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، وقد كنت أحد مراسلين الذين نعتز بهم. محمد الآن أنت محلل سياسي، مرحبا بك. كيف ترى الأوضاع فيما يتعلق؟ ضيفي يتحدث عن أن الولايات المتحدة في عصر كلينتون وفي عصر الديمقراطيين الرئيس أوباما كان لهم دور كبير في الثورات التي قامت خلال هذه الفترة. كيف ترى هذا الأمر في البداية قبل أن نتحدث عن الانتخابات الأمريكية؟ شكرا أشرف، وأنا يعني طبعا طول عمري سعيد وبعتز بعملي القديم مع قناة النيل الأخبار، وأنا سمعت الأستاذ سامح طبعا وهو قال كثيرا هذا الموضوع لا ندخل فيه الآن لأن الموضوع كبير وطويل ومعقد ربما لا يمكن العبور عليه بشكل سريع. طيب دعنا نتحدث عن هذا الموضوع يعني في إطار الانتخابات الأمريكية. هل يدين هذا كلينتون أمام الشعب الأمريكي؟ هل يقلل من رجاحة كفتها أن الولايات المتحدة تدخلت لإنتاج ثورات الربيع العربي؟ هو كلمة إنتاج هنا هي المحك والتي أعتقد أنه ممكن أن يصار بشأنها الكثير من الجدل. هناك ربما مناقشة بشأن كيفية إدارتها للموقف. نعم، الذي تلا ثورات الربيع العربي. نعم، لكن مسألة إنتاج الربيع العربي أعتقد أن هذا هو الذي ربما يكون هناك علامات استفهام بشأنه. لكن أنا شخصيا لست من مدرسة المؤامرة في هذه الناحية ولا أعتقد أن واشنطن كان لها دور في إنتاج الثورات، لكن أخطأت بعض الأخطاء في أسلوب إدارتها للتطورات التي حدثت فيما بعد نشوب هذه الثورات. طب أهم هذه الأخطاء يعني وجهة نظرك وفي عجالة يعني طبعا حتى نتحدث عن الانتخابات الأمريكية.
شوف يعني هو هناك حتى اعتراف من باراك اوباما بانه اسلوب ما حدث في ليبيا بعد اسقاط القذافي كان هناك خطا كبير فيه. بالنسبه لسوريا تحديدا انا اعتقد ان سوريا كانت ربما ستكون اكبر نقطه سوداء في صفحه باراك اوباما بعد ان يترك السلطه، لانه اسلوب تعاملي مع الوضع في سوريا لا اقول انه كان السبب في الثوره في سوريا، ولكن الاسلوب الذي كان فيه كثير من التجاهل في البدايه والتعامل السلبي شارك بلحد كبير فيما بعد فيما وصلنا اليه. والبعض طبعا يقول لك انه لا ده امريكا هي اللي صنعت داعش من اجل ان تدخل المنطقه وتفعل وتفعل وتفعل، يعني طبعا هذا الكلام استمع اليه كثيرا. مره اخرى انا لست من انصار نظريه الثوره في هذا المؤامره في هذا الشان، ولكن اعتقد ان واشنطن كان لها دور سلبي اضر كثيرا بمسيرة الثورات في هذه المنطقة خاصة في الوضع في سوريا وفي ليبيا. طبعا انت بتقول لي الانتخابات الامريكية وعلاقتها بهذا الامر، هناك كان جدل ربما في الفترة السابقة خاصة بنغازي على سبيل المثال، كارثة بنغازي ومقتل 4 امريكان منهم السفير الامريكي في ليبيا في ذلك الوقت في بنغازي، كان هذا يثير الجدل بشأن هيلاري كلينتون تحديدا وكيف انه كان هناك اهمال ربما في حمايه الامريكان في ليبيا في ذلك الوقت. لكن عموما هذا تراجع كثيرا خلال الاسابيع الماضيه لو بتتابع حتى المناظرات التي تمت، ليس هناك تركيز على هذه القضيه تحديدا او الثورات العربيه حتى بالنسبه للوضع في سوريا. السبب ليس تراجع اهميه هذه الامور، ولكن انه دونالد ترامب بالاسلوب الذي اتخذه في حملته الانتخابيه جعل نفسه هو المحور، ربما كان ذلك فشلا حتى في حملته، لانه هيلاري كلينتون نجحت في ان تجعل هذه الانتخابات نوع من الاستفتاء على شخص دونالد ترامب وكيفيه تعامله مع القضايا وقدرته على التعامل مع الاحداث، وهذا ربما يعني ركز كثير من الراي العام والاعلام الامريكي على بعض القضايا التفصيليه الخاصه بدونالد ترامب في هذه الناحيه. طيب يعني وفي عجالة أيضا أجندة كل منهما فيما يتعلق بمصر تحديدا والشرق الأوسط عموما، يعني من وجهة نظرك كمصري أمريكي كيف تقيمه؟ شوف بالنسبة لهيلاري كلينتون ستكون امتدادا لسياسة باراك أوباما بالنسبة للوضع في مصر أو المنطقة، مع بعض ربما لا أقول التسليم ولكن إحياء الدور الأمريكي بشكل أكبر. ربما باراك أوباما كان أكثر خوفا وتحفظا بالنسبة لأن يكون هناك دور أمريكي أكبر بالنسبة للوضع في سوريا على سبيل المثال. كانت هيلاري كلينتون منذ البداية ممن أيدوا إقامة منطقة حظر جوي يتم فيها حماية بعض المدنيين داخل سوريا، وأعتقد أنه لو تم تنفيذ ذلك ربما لكانت أوروبا والعالم كله يعني نفذوا من الأزمة الحالية للاجئين السوريين. لكن في كل الأحوال باراك أوباما دائما متحفظ بأي تدخل عسكري أمريكي في أي منطقة وتحديدا في داخل سوريا أو الشرق الأوسط. بالنسبة لدونالد ترامب أعتقد أنه سيكون أيضا هناك مزيد من التفعيل بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن دونالد ترامب لديه تركيز على قضية واحدة وربما هذه القضية التي يركز عليها كل الجمهوريين الآن، وهي ما يصفونه دائما في كل عباراتهم وأدبياتهم بالإرهاب الراديكالي الإسلامي. هذا يمثل يعني النقطة التي يعني يركز عليها كثيرون منهم، ولا مانع في ذلك من أن يتم التحالف مع أي جهة أو معاداتها على هذا الأساس. وبالتالي هناك ربما استعداد لدى ترامب انه يتحدث بشكل ايجابي عن الرئيس السوري بشار الاسد، عن حتى فلاديمير بوتين، ان كل هؤلاء افضل من داعش وافضل من ان يكون هناك اسلاميون متطرفون. ونجد انه لقاء ترامب مع الرئيس السيسي في نيويورك مؤخرا كان هناك اشاده كبيره بالرئيس السيسي. بالنسبه لهيلاري كلينتون اعتقد ان الامر ربما يكون هناك بعض القضايا الخلافيه الخاصه بقضايا الحريات.
طيب اخيرا وفي ارقام، يعني تحدث ضيفي السيد سامح عبد الله عن ان يعني اخر استطلاع للراي والذي يرجح من حسب سي ان ان يرجح كفه كلينتون على ترامب حتى الان 52 مقابل 39%. من يعني من تحليلك لكل استطلاعات الراي بعد المناظره الاخيره كل المعاهد الى اين تشير؟ يعني كل المؤسسات الأمريكية التي أجرت استطلاعات، من كفته أرجح حسب الكونكلوجن العام أو التجميع العامة؟ شوف، هو طبعا أنت تتحدث عن الرأي العام بالنسبة للمناظرة أم بالنسبة للانتخابات عموما؟ لا عموما، وقد اقتربنا من الانتخابات. طب شوف، هو بعد المناظرة لكي نعرف إذا كان هناك تأثير لهذه المناظرة، هناك طبعا استطلاعات تتم بعدها كما حدث وأشار الأستاذ سامح الخاص بالسي ان ان وتقدم هيلاري، لكن في كل الاحوال لكي يكون هناك قياس حقيقي لاثارها يجب ان نستمر لمده 3 أو 4 أيام حتى يكون هناك نتائج جديده لبعض الاستطلاعات العلميه التي تتم وليس بشكل سريع وعاجل. ولكن في كل الاحوال ملخص الاستطلاعات الان تشير الى تقدم من حدود من 7 إلى 8% لصالح هيلاري كلينتون. هذا فارق هائل وكبير، يعتبر يعني فارق كبير. عارف كبير واذا كان استمر بهذا الشكل فنحن لا نتحدث عن منافسه انتخابيه ولكن عن اكتساح سيكون له تاثير. صحيح انه الانتخابات ستتم في اطار المجمع الانتخابي وفي اطار الولايات، ولكن عندما يكون الفارق 2-3% من الممكن ان يكون هناك مناقشه. يعني مثلا الجور فاز في الانتخابات الشعبيه بفارق 500,000 صوت، ولكن تفوق جورج دبليو بوش سنه 2000 عليه في المجمع الانتخابي بالنسبه للولايات، لكن لأنه الفارق كان ضئيلا للغاية في الأصوات الشعبية. نحن نتحدث الآن عن 7% أو 8%، وهو فارق هائل يقلل كثيرا من احتمالات يعني فوز ترامب. طيب محمد السطوحي الزميل والكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سيد سامح، يعني فيما يتعلق بأجندة الشرق الأوسط تحديدا كيف تراها من الطرفين؟ كما نفس السؤال الذي وجهته لك. من الواضح ان الديمقراطيين ومنهم هيلاري كلينتون على علاقة بالاخوان. بالاخوان؟ نعم. واعتقد ان الجمهوريين يعني علاقتهم بالاخوان ابسط، يعني ملهاش نفس الابعاد الموجودة. لا هو تقريبا يعني حسب ترامب فهم اعداء. أحسن. اي ما يصفونه بالراديكالية الاسلامية. تمام. فدي نقطة احنا تهمنا شخصيا. باعتبار ان ده كيان متواجد في المنطقة ويثير القلاقل وخلافه، فاذا لما يبقى فيه هيلاري موقف ليها بهذا الشكل ده يهمنا. موقف تاني يخص ايران مثلا، برضو ترامب مش راضي عن الاتفاق مع ايران وبيعتبر ان دي مقدمة لحيازة ايران اسلحة نووية، والمناسبة ده رأيي انا من 8 سنين. ولكن مش معنى برضو ان انا بقيت ترامب ومش معنى ان هو فاهم اللي انا فاهمه، ربما هو يعني ليه او يعني ارضيتنا يعني في التحليل متفقة متفق عليها او موحدة يعني، بس هو ربما بيستخدم ده باعتبار ان ده من انجازات الديمقراطيين، فهو يعني بيهاجم هذا الانجاز. الاتفاق النووي مع ايران. مع ايران. فيما يخص سوريا، هو بيعترف بان الامريكا اخطأت في تعاملها مع سوريا حتى انها تركت الساحة لروسيا وايران، وهو شايف ان التعاون مع ايران التعاون مع بوتين مع روسيا ممكن يكون مفيد. بيتكلم كمان في السياسة الخارجية على علاقته بحلف الاطلنطي وعلى علاقته بالحلفاء الامريكيين، يعني مثلا اليابان، كوريا الجنوبية اللي هي المناطق اللي فيها قوات أمريكية بكثافة، وبيقول والله احنا ندافع عن غيرنا ليه ونتحمل الثمن، هما لازم يدفعوا معانا ويتحملوا جزء من هذه المسألة. بالمناسبة كل الأفكار ديت هي أفكار جميلة وبراقة ولكنها سطحية ولا علاقة لها بالدولة العميقة والفكر العميق والاستراتيجيات العميقة والخطوط العريضة وتوجهات الولايات المتحدة في العالم التي تخدم مصالحها وفقا لرؤية، طبعا وفقا لرؤية بعينها، رؤية بعينها اللي هو الولايات المتحدة لازم تبقى يعني لها اليد الطولة. لا كلامك له وجهة، لأن الاستغناء مثلا عن حلفاء مثل كوريا الجنوبية واليابان
سيزيد من النفوذ الصيني في أقصى الشرق من الكرة الأرضية، وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة حتى لو كانت العلاقة جيدة حتى الآن. الولايات المتحدة موجودة هناك لحصار روسيا والصين. نعم. فهو هو يعني قد يكون مدرك لهذه الحقيقة، وبنؤكد يعني أنه مدرك، ولكنه يتجاهلها ويتعامل بالشكل البسيط الجذاب للمجتمع قد الأمريكي. يكون استهلاكا انتخابيا كما قالت كلينتون لرجال الأعمال، أنا مضطر أن أتحدث بهذه الطريقة. أحسنت. هو بيحاول يجتذب قطاعات من الشعب الأمريكي، بينظر لهذه الأمور يعني ببساطة وكده أقول سطحية، يعني إحنا بندفع عن غيرنا ليه؟ ما إحنا قاعدين ومبسوطين في بلدنا يعني طب وإحنا ندفع فلوسنا ليه عشان ما هم يعني الفكر البسيط ده بيلقى قبولا لدى الأمريكان. وبالمناسبة قطاع كبير منهم مش مدرك الخطة أو الأهداف السياسة الخارجية بالضبط، والولايات المتحدة عايزة تعمل إيه، هو عشان كده بيستخدموا ألفاظ زي نشر الديمقراطية والحرية، وهي دي الحاجات التي تلقى قبول لدى الشارع الأمريكي. إنما لو راح يقول أنا رايح عشان أمد نفوذي، رايح عشان نعمل خطوط بترول، رايح عشان أسيطر، ما يفهمش الحاجات دي وما يقتنعش بيها، وممكن يتقبلها بشكل سلبي. طيب يعني فيما يتعلق بالوضع العالمي، فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة بأوروبا، بالنسبة للأجندتين، أي هل تراها متطابقة أم أن كل منهم له طريقة في التعامل؟ يعني هو طبعا يعني ما فيش مرشح رئاسي أمريكي هيقول كلام سيء تجاه أوروبا، يعني أو قطع العلاقات أو مثلا يعني الأمور لن تصل إلى لهذا المستوى، أو مثلا أن تكون علاقتنا بأوروبا غير متميزة، أو أن تكون علاقتنا بأوروبا في حدود دنيا، ده كلام مش وارد، لأن القضية لها علاقة بمواجهات مع روسيا، يعني القصة يعني أوروبا هي حليف، يعني سواء فاز هذا أو فاز ذاك. نعم. هي حليف استراتيجي رئيسي فيما يتعلق بأجندة الاثنين. طيب. نعم، ولكن في حلف الأطلنطي، أنا لسه يعني ذكرت منذ قليل أن هو حلف الأطلنطي ما هو الجزء الأكبر منه دول أوروبية، فهو شايف أن هذه الدول اللي احنا كأمريكا بندافع عنها لا تقوم بسداد الفاتورة بالشكل الملائم. طيب، وقد انضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور طارق. وقد سمعنا منذ قليل من الزميل محمد السطوحي في واشنطن أن استطلاعات الرأي يعني تظهر فارقا شاسعا بين المرشحين، تصل إلى بين 7 و8%، وهو الأمر الذي يعني يعتبر معه الانتخابات يعني تشبه الاستفتاء تقريبا. هل ترى هذا الأمر أنت؟ يعني هل كيف ترى هذا الوضع؟ لا طبعا، هي الصورة مش بهذه الصورة. طبعا ده تصريح مباشر للأجواء الانتخابية، جزء منه مشارك فيه الميديا الأمريكية في التأكيد على هذا، لأن القضية ليست أنه الانتخابات حسمت بهذه الصورة. صحيح أن مؤشرات الرأي واستطلاعات الرأي المختلفة قد أكدت تقدم السيدة كلينتون، لكن ليس بهذا الفارق الكبير. هذه طبعا ليس معناه أنه كلينتون يعني تقترب من ترامب في هذا، لديك لسه حوالي 19 يوم لإجراء الانتخابات، في أمور هتتغير على الأرض. كلينتون خرجت من المناظرة الأخيرة منتصرة بصورة كبيرة، كان لديها ثبات انفعالي في التعامل مع القضايا، لكن المواطن الأمريكي يعني خليني أقول لحضرتك قولا واحدا، لديه من القناعات بأنه يختار ما بين السيء والأسوأ، فبالتالي بالنسبة له السيدة كلينتون هي الشخصية السيئة والأسوأ هو الرئيس المحتمل ترامب، وبالتالي الأمريكيين مضطرين في هذا الإطار. لكن في السياسة يعني الأمريكية حدث ولا حرج في كثير من الأمور المرتبطة بإدارة العملية الانتخابية، هناك كتل تصويتية غير واضحة المعالم لمن تصوت، منها موضوع الأقليات، منها أيضا الخريطة الإثنية المجتمعية الأمريكية، ودي هتغير من قواعد اللعبة الأمريكية، مواقفها غير واضحة. طبعا هناك كتل مباشرة الإثنيات والأقليات دكتور طارق، يعني فيما يبدو أنهم متخوفون من أجندة دونالد ترامب، لأنه فيما يبدو أن أجندته تتجه إلى الصفوة من الأوروبيين الأوائل الذين يعني غزوا الولايات المتحدة، وهو يتحدث عن الإثنيات الإسلامية والسود والهسبانيك. يعني هو
هو كلام حضرتك صحيح، لكن هو في المناظرتين الثانية والثالثة تراجع في بعض الأمور، والأمور ليست لها علاقة بالمشاعر والعواطف، يعني تالي القضية مرتبطة بالمواقف المباشرة. وهو كشخص يعني أطلق بعض التصريحات التي تهمت أنها تصريحات عباسية، لكن الحملة الانتخابية يعني غيرت توجهاتها إزاء التعامل مع هذا. وأذكرك أن وزير المكسيك حتى في الجولة الأخيرة أيضا نظر إلى الأقليات القادمة من دول عربية وإسلامية وأسيوية، لكن هي القضية ليست يعني محسومة. أنت لديك خريطة كبيرة من الكتل التصويتية الأخرى بالمناسبة اللي هيحصل فيها أصوات عائمة، والأصوات العائمة دي ربما تغير من قواعد اللعبة في الفترة المقبلة. التصويت التقليدي لمعاقل الجمهوريين والديمقراطيين محسوم كما تعلم، وده طبعا كتل ثابتة ومستقرة نستطيع أن نعول عليها كثيرا. لكن المفاجأة ربما خلال الفترة المقبلة، البعض رأى أن هذه المناظرات، طبعا حضرتك تعلم مناظرات غير مجدية، يعني ما بتدكش مؤشرات كاملة حضرتك يعني برغم كل ما يقال عليها، لكن ما بتديش التصويت المباشر أو بتدي التصويت الشعبي. وحضرتك تعلم أنه الآلية الخاصة بالاختيار في الآخر بتحكمها قواعد وآليات معقدة للغاية في إطار المجمع الانتخابي وخارجه. وطبعا كما تعلم هناك من 4 إلى 6 ولايات مباشرة هي اللي بتحسم العملية دي، لكن حتى هذه اللحظة هناك متغيرات كثيرة. ردا على سؤال حضرتك، هل حسمت الانتخابات لصالح السيدة كلينتون؟ في تقديري لم تحسم، والأمر سيحتاج بعض الوقت لتقييم شامل بصورة أو بأخرى خلال ساعات ما قبل الانتخابات بالتأكيد طبعا. وبالطبع يعني باقي أيام، بالطبع كما قلت أنت يمكن أن تتغير فيها أمور كثيرة. الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة سيد سامح عن هذه الانتخابات، الشرق الأوسط سيكون فائزا إذا فاز من في هؤلاء المرشحين من وجهة نظري؟ إذا فاز الشرق الأوسط نعم. بمعنى إذا ما تكاتفنا وكانت لدينا رؤية وأدركنا مصالحنا العليا بشكل واضح جلي وعملنا على تحقيق هذه المصالح وصادقنا من يساندنا في تحقيق هذه المصالح ووقفنا في مواجهة من يحاول العبث بأمننا وثرواتنا وخلافه بشكل أوضح، يعني فيما يبدو أن إدارة ترامب ستكون متوافقة مع روسيا فيما يتعلق بقضايا المنطقة، إدارة كلينتون ستكون لديها خلاف سيتسع خلال فترتها مع روسيا، يعني أي الخلاف أم الاتفاق فيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدا في سوريا سيكون الاثنين سيئين حسب حسب قواعد اللعبه. بمعنى ايه؟ اذا اتفقوا علينا ما ممكن يعني هو يبقى احنا ضحيه يعني احنا في انما لو يعني واذا اختلف فاحنا يبقى احنا بنلعب ما بين الطرفين مثلا، يعني السياسه ملهاش يعني في كلتا الحالتين نحن لازم يبقى احنا عندنا موقف واضح يتصدى لكل من يحاول ان يهاجمنا بشكل او باخر. بمعنى هو اذا اتفقوا علينا ممكن ده يبقى مصدر خير ان يعني الامور تبقى سهله، ممكن يبقى مصدر شر ان هو انت تاخد دي وانا اخد دي مثلا. واذا اختلف ممكن يبقى مصدر خير ان انا العب عندي القدره على المناوره، بس ممكن يبقى هذا الخلاف ينعكس علينا بشكل سلبي بمعنى ان هم يساندوا قوات معينه او يعني تعود الحرب البارده او الحرب بالوكاله على مستويات اعلى مما هي عليه الان. يعني فهو في الاخر خالص ما لم يكن هناك موقف عربي واضح حجر الزاوية فيه هم مصر والسعودية، وبقول هذا الكلام يقولوا احنا زعلانين من بعض، يقولوا لنا في مواقف وما لهاش حل يجب ان نتجاوز كل ده. مسؤولية مين برضو مش بناقش دي، مسؤوليتنا احنا الاثنين العقلاء واللي فاهم غلط يصلح مواقفه، واللي عنده حسابات مش مظبوطة يصلح الحسابات، واللي فاهم ان هو لوحده هيقدر يقود المنطقة مش هيقدر يقود المنطقة. انا بتكلم على رؤى موجودة داخل السعودية يعني من وجهة نظرك في إطار الخلاف الأخير، هل ترى من تحركات يعني هل ترى أن التحركات السياسية يجب أن تنطلق الآن أم أنها يجب أن تظل الأمور حتى إذا ما انطلقتش الآن هتنطلق بكرة، وإذا ما انطلقتش بكرة هتنطلق بعد أسبوع. القضية هنا إحنا مفيش بديل،
يعني فكرة ان انا يمكن او يمكن لا مش وردة مش وردة. لو انا ما شربتش مية لمدة مش عارف 10 ايام هموت يعني. هي قضية قضايا محسومة. فما لم تكن هناك كتلة عربية تقودها مصر والسعودية بتحالف استراتيجي برؤية موحدة بفهم لحقائق العلاقات بين الدول وان في مستويات من الخلاف مقبول بيها، ما لم يحدث ده علينا العوض. لخصت أنت سيد سامح الموضوع كما يستعد الأمريكيون للتعامل بين السيء والأسوأ، يجب أن يستعد الشرق الأوسط بقياداته بدوله الكبرى للسيء والأسوأ فيما يتعلق بالرجل أو السيدة القادمة إلى البيت الأبيض والذي سيقود العالم خلال الفترة القادمة. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء غير شكر السيد سامح عبدالله مدير تحرير الأهرام، شكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد في مكان جديد وموضوعات جديدة، كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار، إلى اللقاء.